بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ناخذ مثال رقم 2 على الامثله المتعلقه برسم البودي بلوت، عفوا البولر بلوت. السؤال: ارسم البولر بلوت للمعادله او للنظام المعطى بجي اوفيس اتش اوفيس يساوي لنا 10 على اس زائد 2 زائد 4. اذا هسه نبدا بالخطوه رقم 1 اللي هي استبدال كل اس بجي اوميجا. اذا هسه اولا كل اس تتحول الى جي اوميجا، بمعنى انه راح يكون عندي مقدار قيمه جي اوف جي اوميجا في مقدار قيمة ال H of J Omega تساوي 10 على 2 زائد J Omega مضروبة في 4 زائد J Omega. هذا الخطوة رقم 1. خطوة رقم 2 انه انا اكتب المعادلة مالتي بدلالة البولار فورم، بمعنى مقدار وزاوية. اذا الخطوة الثانية هي write G of J Omega في H of J Omega، اكتبها بصيغة مقدار ال G of J Omega، العفو هنا بعد في H of J Omega، هذا كل المقدار، وزاوية ال G of J Omega في ال H of J Omega. اوكي خلينا نكتبها، شو راح يصير عندي؟ راح يكون عندنا المقدار اللي هو ال G of J Omega في ال H of J Omega حسبه وكأنه كومبلكس، هذه العشرة تبقى على حالها، على الحد اللي جوا راح يكون تحت الجذر 4 زائد أوميجا تربيع، في تحت الجذر هذه 16 زائد أوميجا تربيع. أوكي زين، الخطوة رقم 3 راح تكون إنها عملية إيجاد لحظة نحسب على الزاوية، هذا فقط المقدار. الزاوية مالت ال G of J أوميجا في ال H of J أوميجا تساوي للزاوية زاوية البسط ناقص زاوية المقام. البسط عندي 0 فراح يكون 0 ناقص، عنصر ناقص تان انفرس، اما جينا على ريال اوميجا على 2 ناقص تان انفرس اوميجا على 4. اوكي زين، خطوه رقم 3 هسه حتى افصلها حتى تكون واضحه بالنسبه لل هذا الاولى، هذه الخطوه 2. هسه ننتقل لخطوه 3 اللي هي ايجاد مقدار، ايجاد قيمه المقدار وقيمه الزاويه عند الاوميجا صفر وعند الاوميجا ما لا نهايه. اذا 3 هو find the magnitude and phase at omega تساوي صفر and omega تساوي ما لا نهاية. اوكي خلي اخذ الخطوة هسا، اولا نقول a at omega تساوي صفر. زين عند الاوميجا تساوي لصفر، خلي ننتقل للماجنيتيود هذه. عند الاوميجا تساوي صفر، إذا انتبه للمعادلة مالتي، هنا عندي 10 هذه جذر 4 اللي هي 2، جذر 16 4 2 في 4 8 إذا 10 على 8، إذا المقدار ماجنتيود يساوي لي 10 على 8 يعني 1.25. أوكي والفيز، الفيز أعوض المعادلة عن قيمة الأوميجا، تان انفيرس 0 على كمية 0 ناقص تان انفيرس 0 ناقص تان انفيرس 0 صفر ناقص صفر صفر، فالتالي صفر. اوكي خلينا ننتقل للخطوه بي اللي هي عند اوميجا تساوي ما لا نهايه. طيب عند الاوميجا تساوي ما لا نهايه، خلي اعوض بالمقدار والزاويه. المقدار اوميجا راح يكون عندي، راح يكون هنا عندنا اوميجا عفوا 10 على كمية زائد ما لا نهايه، ما لا نهايه مضروبه في ما لا نهايه باعتبار ما لا نهايه، فكميه على ما لا نهايه صفر. اذا الماجنتيود كمية على ما لا نهاية صفر. إذن الفيز ناقص تان انفيرس الانفينيتي يعني ناقص 90 ناقص تان انفيرس الانفينيتي ناقص 90، فالنتيجة هي ناقص 180. إذا صار هسه عندنا هنا الخطوة رقم 3. أوكي أنتقل للخطوة رقم 4. الخطوة رقم 4 اللي هي عملية فصل أو إعادة كتابة المعادلة مالتنا جي أوف جي أوميجا، هذه أفصلها بحدين إنه أخليه ريال بارت على حدا والماجنري بارت على حدا. فخلي أكتب المعادلة مالتي اللي هي هسه هذه، هذه هي 4، خلينا نسميها الخطوة رقم 4. هذه راح أضربها بالكونجيجيت، فراح يصير إنه عندي الـ جي أوف جي أوميجا مضروبة في الـ H أوف جي أوميجا تساوي 10 على 2 زائد جي أوميجا في 4 زائد جي اوميجا، اضربها في كونجيجيت اللي هو 2 ناقص جي اوميجا مضروب في 4 ناقص جي اوميجا
على 2 ناقص جي اوميجا في 4 ناقص جي اوميجا. اوكي فبالتالي ايش راح يصير هسه هنا؟ هذا بالنسبه للجو يصير 4 زائد اوميجا تربيع 16 زائد اوميجا تربيع. زين فخلي رتب المعادله هسه هنا راح تكون تساوي هذه 10 قوس، خلي اضرب هذه 2 في 4 8 ناقص جي 2 اوميجا ناقص جي 4 اوميجا، جي في جي ناقص 1 ناقص في ناقص موجب، اذا ناقص اوميجا تربيع. سد القوس على اللي جوا 4 زائد اوميجا تربيع 16 زائد اوميجا تربيع. زين وتساوي هذه صير عندي 10، هنا عندي 8 ناقص اوميجا تربيع، هذه 8 ناقص اوميجا تربيع قوس. زين خلي اطلع منها شنو عندي؟ عندي ناقص جي 2 بناقص جي 4 ناقص جي 6، يعني هذه ناقص جي 6 اوميجا. سد القوس. اوكي سد القوس، هذه هنا ايش راح يكون عندي؟ 4 زائد اوميجا تربيع 16 زائد اوميجا تربيع. اوكي هسه افصل لي اياها، افصل لي اياها، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندنا انه مقدار قيمه الاوميجا باعتبار انه انا عندي اوميجا تربيع ناقص جي 6 اوميجا، اضربها حتى ارتب المعادله مالتي، راح يصير عندي 8 ناقص الاوميجا تربيع، هذه راح يصير عندي 10 مضروبه في 8 ناقص الاوميجا تربيع على هذا الحد كله اللي هو 4 زائد الاوميجا تربيع 16 زائد الاوميجا تربيع. هنا عندي ناقص جي، خليني اطلعها لي برا، هذه ايش يبقى عندي هنا؟ 6 اوميجا، هذه 60 باعتبار ال10 مضروبه بها، صار 60 على 4 زائد اوميجا تربيع و16 زائد اوميجا تربيع. اوكي صار عندي هسه، صار عندي هذا الحد هو الريال بارت، هذا هو الريال بارت، وهذا الحد هو الايماجينري بارت. اوكي هسه انتقل للخطوه اللي بعدها اللي هي جات تقاطعات. حتى اوجد تقاطعات خلينا ننتقل هسه علما للخطوه رقم 5. اولا عندي حالتين، خلينا افصل هذه هسه. اولا حتى اوجد تقاطعات مع الريال اكسس حخلي الايماجينري بارت يساوي صفر. زين الايماجينري بارت من هو؟ اللي هو هذا، هذه 60 اوميجا. اوكي فهسه نقول اولا انترسكشن تقاطع with real axis، هذا يعني الايماجينري بارت اساوي بالصفر، هذا الايماجينري بارت اساوي بالصفر. حتى يساوي صفر لازم يكون الباس يساوي صفر، الباس يساوي صفر متى ما كانت الاوميجا تساوي صفر، هذا يعني اوميجا تساوي صفر. اوكي زين انتقل هسه لايجاد التقاطع، هذه التقاطع انتر سكشن with imaginary axis، هذا يعني شنو؟ اجعل الريال بارت يساوي صفر، الريال بارت يساوي صفر معناته الباس يساوي صفر، هذا الحد 10 لا تساوي صفر، اذا 8 ناقص اوميجا تربيع تساوي صفر. اذا من هذه المعادله يكون عندي الاوميجا تربيع تساوي 8، ومن عندها مقدار قيمه الاوميجا راح تكون هي عباره عن جذر 8 ريديان بير سكند. طيب ايش راح يترتب عليه؟ انه انا اوجد قيمة الماجنتيود، يعني اوجد مقدار والزاوية عندما يكون قيمة الاوميجا تساوي جذر 8، فاعوض وين بالمعادلة مالتنا اللي هي وين هذه؟ اعوض عن مقدار قيمة هذه هنا الماجنتيود، فاقول من هذه المعادلة قيمة المطلق او الماجنتيود محسوب عند قيمة اوميجا تساوي جذر 8 تساوي، راح اعوض هنا بهذه المعادلة 10 على 4 زائد جذر 8 تربيع، يعني 8 يصير 4 زائد 8 جذر 12، هذه 16 زائد 8 24، فعندي جذر 12 وعندي جذر 24 احسبهم يصير عندي المقدار يساوي 0.589. اوكي زين احسب الفيز بنفس الاسلوب، مقدار قيمه الفيز محسوب عند قيمه الاوميجا تساوي جذر 8، هذا خليني اوضحها حتى الطالب يكون واضح انه كيفيه حسبنا هذه الكميه عند هذه الحال. اوكي اعوض بمعادله الفيز، هذه معادله الفيز، ناقص تان انفرس جذر 8 على 2 ناقص تان انفرس جذر 8 على 4. زين راح يصير النتيجه مالتي هنا
هي عبارة عن ناقص 90 درجة. أوكي؟ فصار هسه هنا أنا عندي هذه واضحة، هذه عندي واضحة. أنتقل هسه للخطوة الأخيرة واللي هي الرسم. خلينا نجمع هذه البيانات حتى أبدي أرسم. خلي أخذ الرسم مالتي بهذا الشكل، بهذا الشكل حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لي. أوكي. هسه هذه هنا البولر بلوت، هذه الأكسس اللي عندي المحاور. أوكي. هذه هنا الريال اللي هو سيجما، هذه إيماجينري اللي هي جي أوف جي أوميجا. أوكي. بس هنا بالنسبة للزوايا طبعاً راح تكون هذه الزاوية زيرو، هذه زيرو، هذه ناقص 90، هذه سالب 180، هذه هنا عندي ناقص 270. أوكي. خلي بدي حسب بالنسبة للزوايا الأولى مالتنا. النقاط اللي عندي الأولية هي هذه، باللحظة اللي يكون عندي مقدار قيمة الأوميجا تساوي زيرو، مقدار قيمة الفيز زيرو، الفيز زيرو هو هذا، هذا مقدار قيمة الفيز مالتي زيرو. كم مقدار قيمة الماجنتيود؟ 0.58. فبالتالي خلي أحدد، خلي أفترض أنه هذه هي النقطة مالتنا، هذه النقطة، وهذه المسافة هي تمثل 1.5. هذا باللحظة اللي يكون عندي هنا مقدار قيمة الفيز صفر، عند الأوميجا تساوي صفر، الفيز صفر، مقدار الماجنتيود 1.5، إذن 1.25. أوكي. هذه هنا مقدار قيمة الأوميجا صفر، مقدار قيمة الفيز صفر، ومقدار قيمة الماجنتيود 1.25. طيب انتقل للنقطة الثانية، باللحظة اللي يكون عندي مقدار قيمة الأوميجا إنفينيتي، مقدار قيمة الفيز ناقص 180، الناقص 180 هو هذا، لكن الماجنتيود زيرو، هذا الماجنتيود زيرو، هذه باعتبار زيرو، والفيز مالتي ناقص 180. إذا هنا راح يكون عندي مقدار قيمة الأوميجا إنفينيتي، مقدار قيمة الفيز سالب 180. أوكي. طيب انتقل، عندي تقاطع مع الإيماجينري أكسس، نحن هنا وجدنا التقاطع مع الإيماجينري أكسس باللحظة اللي يكون بها مقدار قيمة الأوميجا تساوي لجذر 8، ظهر عندي مقدار قيمة الفيز ناقص 90، ناقص 90 هو هذا. طيب بناقص 90 ايش قد مقدار قيمة الماجنتيود؟ 0.5. يعني خلينا نفترض هذه هي النقطة مالتي، هذه النقطة. أوكي. هذه المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة هي 0.5، 0.589. أوكي. هسه خلي أرسم، خلي أرسم المخطط. طبعا المخطط ما يتحرك من الأوميجا زيرو باتجاه الأوميجا ما لا نهاية. زين، هنا أنا عندي تقاطع، فبالتالي الحركة ما راح تكون بهذا الشكل، بهذا الاتجاه. هذا هو الرسم مالتنا بهذا الشكل، أصبح عندي البولار بلوت.